يا أرز الجبل جاي اشتهنا الجبل نيح الجبل صنيل تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبيل جاي أرز الجبل جاي. الكرة الأرضية اجتمعت بمحمية أرز الشوف، 35 خبير بمثلوا العالم أجمع حضروا لعقد الاجتماع السنوي للجنة العالمية للمحميات بلباسهم الرياضي، مناظير وكاميرات، خرجوا لرحب الطبيعة لاستكشاف واحدة من أجمل المحميات بلبنان والعالم، فكانت الجولة فرصة لتبادل المعلومات فيما بينهم وعرض أفكار لتطوير وتحسين عمل ودور المحميات الطبيعية. هدف الاجتماع وأهميته أنه نعمله بلبنان، نحن بنفتح مجال انه نعرف الناس على اهميه المحميات، شو عم نعمل، ثقتهم فينا كبيره ليجوا يعملوا هذا الاجتماع عندنا هون. اثنين، هن بيتباحثوا بشؤون المحميات للسنوات اللي جايه. الجولة الميدانية بالمحمية وبقرى شوف اللي بتشكل محيط المحمية الحيوي كانت الأجمل، من غابة الأرز لبيوت الضيافة، أماكن استصلاح الأراضي وإنتاج السماد العضوي، محطات لافتة بتشكل جزء من مشروع التنمية الريفية اللي عم بتقوم فيه المحمية واللي بيهدف لتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الريف. بقى هون بيتهم مثلا هذا الموقع هون قدرنا نعمل تسبيخ من هاي كمان الفارم اللي عم بيطلع من الغابات ومن الأراضي الزراعية مع المزارعين، وعم نساهم إنه نوزع هذا التسبيخ ونخفف الأسمدة للمزارعين. كانت جلول مهملة من زمان، نحن اللي عم نعمله إنه عم نرجع نعيد إحياء هذه الأراضي بنفس الطريقة مثل ما كانوا جدودها، مع زيادة شوي من العلم من وراء كل خطوة عم نعملها. اندماج المحمية مع محيطها الحيوي والتفاعل الكبير مع الأهالي والقطاعات الانتاجية خولها للعب دور غير تقليدي وأنه تصبح عنوان للتنمية المستدامة وركن أساسي بتطوير الصناعات الحرفية، المأكولات التقليدية، السياحة البيئية والعديد من الأنشطة الانتاجية والثقافية. It's actually a model. So far from being a place that needs advice from the outside, we've kind of got to the point of maturity where we are bringing a global audience here to learn from them what is going on, and they still think they need advice from the outside. أهمية محمية أرز الشوف كونها هلا هي جزء من محميات المحيط الحيوي اللي بيكون فيها التكامل لدور الحماية مع الأمان الاقتصادي والأمان الاجتماعي وحماية الطبيعة. مش مجاملة بس الشغل والبلانينج والخدمة اللي بتعملها المحمية صحيحا world class وفيها innovation كثيرة. القيمة المضافة للمحمية هتلاقي تفاعل بين المجتمع المحلي مع إدارة المحمية مع الاتفاقيات الدولية مع التزامات الدولة، كل ما يتطلبه هلأ صار أصبح منهج المحميات، منهج حياة. المحافظة على الأصالة الريفية بالتوازي مع الحماية البيئية دور رفع محمية أرز الشوف إلى العالمية. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا، وشو ضيعتنا، ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا، وشو ضيعتنا.